هذه المواجهة. مارتينيز يلعب كرة طويلة إلى طويل جدا قبل انطلاقة المباراة إلى أن تحققت البداية بالفعل الآن وبداية نصري أصبح في محل ثقة الجماهير النصراوية. مثل هذا مثل هذا مثل تاليسكا. تاليسكا انطلق تاليسكا شق طريق لكن في النهاية تمكن الدفاع في الطائي من بعد الكرة من أمام تاليسكا وسط مطالبات من الكرة الآن الثابتة النصراوية. تاليسكا يلعب كرة لكن كرة عدت للطائي مرتدة في الجهة اليسار. الفارو طقسها العام أوروبي والكرة ملعوبة حتى الأجواء اليسار الانطلاق الوصول في منطقة الجزاء. تاليسكا تمريرة باتجاه سلطان الغنام. موسونا 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 هذا جاي مشاغب الليلة من سامي النجعي. بالمناسبة سامي النجعي في مباراة قطع 10 دقائق في حركة جميلة في ملعب المباراة. جزاء لكنها بالرأس مبعدة ترجع إلى لويس غوستافو وتسديد مارتينيز. مارتينيز حاول يعدي وصلت الكرة لأرضية الميدان. هذه كرة اللعب لتاليسكا. تاليسكا بدأ يكون جري أكثر على المرمى النصراوي. العرضية المحاولة لراسية لكنها بعيدة إلى خارج. يصحح بعض اللقطات في أرضية الملعب. الكرة في التغطية ثم الكرة واصلة للطائي تسديدة ترتد أقصى اليسار مقطوعة إلى بيتي مارتيني. الركلة الركنية منفذة والكرة من اليسار. أمير سعيون أعطى الإذن لتنفيذ المخالفة. بيتي مارتينيز أرسل كرة سعيون خطيرة. سعيون خطيرة. سعيون بعد كل إلى غوستافو. لا 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 مع الانطلاقة ملعوبة إلى بيتي مارتينيز. نجعي سامي سامي مع كرة سامي حاول للطائي في الطرف اليمين. المحاولة إلى منطقة الجزاء لكن اللعب على الجهة اليمنى. الطائي مع محاولة وعرضية. سلطان يمرر الكرة انطلاقة باتجاه تاليسكا. الملعب إلى مبينزا إلى مبينزا وسبينا وسبينا. الكرة في الجهة اليمين يعدي فيها تاليسكا. الكرة ما زالت مع بيتس القدم حارس المرمى نصف الفريق. الكرة اللعب إلى تعود للنصر إلى بيتي مارتينيز وتسديدة بيتي مارتينيز. لعبها طويلة بالأمام. سامي عدى سامي عدى وكسب مخالفة. ركلة حرة مباشرة ركلة حرة مباشرة على عبد الكريم سعود وعنده انذار جديد. عدة انذارات ظهرت في شوط المباراة الأول. انذار جديد كرة للنصر. اللعبة التمريرة واصلة باتجاه عبد الله العمري. الكرة اللعب في الجهات اليمين بعيدة على سلطان لم تصل إلى تاليسكا. راحت للخيبري والتسديدة من عبام سلطان من الجهة اليمين. العرضية جول جول هدف أول من تاليسكا. عرضية ساحرة من سلطان الغنام واصلة لتاليسكا. تاليسكا بكل المخالفة نفذت لكن النصر استعاد كورته في تمريرة طويلة إلى خارج أرضية الملعب. في تمريرة اللعبت في منطقة الجزاء محاولة تمريرة طاي إلى تمريرة على اليسار مرت بعيدة إلى خارج أرضية. كرة بانطلاقة الكرة ساقطة للطاي من موسونا وتسديدة بعيدة. تاليسكا أخذ كرة في اليسار ثم حاضرة من أمامه ثم الكرة إلى بيتي طارة تزل بقعاوي عبد المحسن فلاتة محمد حرزان. الكرة للويس غوستافو لعفو غوستافو يعطي كرة لتاليسكا. تاليسكا متسلل من الجهة اليمين والتمرير الخيبري نقلة باتجاه أمير سعيود. سعيود بتمريرة لكن كرة مقطوعة إلى لويس غوستافو. غوستافو بتمريرة رائعة. تاليسكا 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 يحتفلون برونالدو وتاليسكا يحتفل في مرمى الخصوم. تاليسكا يسجل الثاني للنصر. تمرير زالت الكرة مع عدة من الاثنين وما زال يمرر وفي هدف ثاني للنصر في شوط المباراة الثاني. لويس غوستافو غوستافو وغوستافو ينقل كرة قصيرة. المحاولة للنصر الطاقة الثاني يتجلى. ركلة حرة مباشرة وتسديدة في حائط. الكرة في اليسار يحاول يعدي عدى سامي عدى سامي مرر سامي مرر الكرة في اليسار ثم الكرة العرضية إلى منطقة. الكرة تلعب على الجهة اليسار والفرصة طالبة إلى تاليسكا وتاليسكا بعرضية والعرضية بعيدة. الكرة من مبينزا عبد الله العمري تأخر ترجع الكرة من مبينزا. الكرة عرضية لكنها بعيدة. صار إلى محاولة عرضية من سامي النجعي وصلت لتاليسكا. تاليسكا مارتينيز
مارتينيز سقوط فيها صافرة مخابة على الجهة اليمين، انطلاقة من الجهة اليمين ثم واصلة للنصر إلى تاليسكا، انطلاقة للنصر إلى محاولة سلطان، سلطان بعرضي، المحاولة للنصر من الجهة اليمنى عرضية باتجاه تاليسكا، عنده مارتينيز يلعبها داخل منطقة الجزاء، راحت لماشاريبوف إلى تاليسكا، وتاليسكا الجهة اليمنى لويس جوستافو، الضغط على جوستافو، الكرة في الكرة مرسلة في منطقة الجزاء، المحاولة بنزا، وان بنزا يمررها في أقصى اليسار، أوسكا تاليسكا من الجهة اليمنى يلعب كرة ساقطة في أرض الملعب، كرة ما زالت للطائي والتسديدة، لكن نواتي السيسي عشاق كرة القدم السعودية، اللعبة الركلة الركنية والكرة بالعرض، لكن أوسكا يسار إلى اليمين، تمريرة واصلة، أم بنزا، أم بنزا، هو سمينة، سعيود انطلاقة، سعيود مع الكرة في الجهة اليمنى، سعيود